انت ما تعرفش تطير. انت تعرف ان ميزه انك تربي في اوضه على السطح مثلا لها باب وشباكها على نفس السطح، ده بيسهل عليك عمليه تثبيت الحمام احسن ما تكون بتطير من برج مثلا او من اوضه ملهاش باب مباشر على السطح او شباك مباشر على السطح. علشان مثلا انت لو عندك اوضه على السطح بتربي فيها الحمام، طيب طبيعي كده لما هتعوز تثبت الحمام هتبستر جناح الحمامه، هتمسك الحمامه كده وعلى الجناح بتاعها هتبستره. يعني ايه بستره؟ تعال اما اشرح لك عملي برده باين على المعلم. في فرد محترم واقف اهو. بس طار انت كده مش محترم. طب استنى هجيب لك فرد واجي لك. طبعا ما لقيتش حد محترم اكتر من الهزازات، احسن نوع محترم عندنا هنا، مفيش حد قده يعني. انت ايه اللي جابك تاني بقى؟ انت مش طرت؟ ايوه عم اتكل على الله، مش عايزينك. امور الغيره دي بقى بتبدا تشتغل. بص يا سيدي، انت بتيجي على الجناح بتاع الحمامه من هنا كده. انا مثلا يعني على حسب حجم الحمامه اللي قدامي ببسترها، يعني بكرر البسترة هتبقى عامله ازاي. يعني مثلا لو معايا حمامه تقيله شويه زي الحمامه اللي في ايدي ديت ببستر جناح واحد واكتفي مثلا على اداه 1 2 3 4. باجي مثلا على الاربع رشات دول وبقوم ضممهم في بعض زي كده وبحته لزق، وبتقوم لفه على الجناح من هنا كده. كده انت بسترت الحمامه، ولو سبتها كده هي مش هتعرف تطير. تمام كده كده الهزازات ما بيعرفوش يطيروا، بس انا بعرفك لو هتعمل في نوع تاني عموما. تمام طيب احنا خلاص بسترنا الحمامه، هنعمل معاه ايه؟ هنقوم فاتحين باب الاوضه بتاعتنا اللي هو اصلا مباشر على السطح. فتحنا الباب والحمام كله متبستر مفيش حاجه هتعرف تطير، وهنقوم حاطين لهم الاكل بره على السطح. طيب احنا كده هنستفاد ايه؟ او الحمام هيستفاد ايه؟ الحمام مجرد ما يخرج على السطح وهياكل وهيقعد عليه شويه، يقعد في الشمس، هتحميهم تعمل لهم اي حاجه، هيحفظ معاك ارضيه المكان بتاعك، هيحفظ معاك ارضيه السطح، عشان بعد كده لما هتبدا تثبته والحمامه تبقى سايبه من غير بسترة من غير اي حاجه خالص، هتبقى حفظت شكل المكان، علشان لو طارت وركبت الجو تبقى عارفه شكل المكان عامل ازاي وتعرف تنزل عليه تاني. واحلى مسا عليك يا عم، اوعى تطير عشان انت مش متبستر، بس احنا مفهمينه اللي هو متبستر. انت ما تعرفش تطير، ويا رب يكون كلامنا جاب فايده عليكم.